المنصوره بالحديث عن المحله. بصراحه عايز اهني احمد عيد عبد الملك, لان احمد عيد عبد الملك مشروع مدرب كويس بيتنرفز وعصبي وبتعيط بطبيعته. كابتن فريقه كسبانه وبينط من على السور, بينط من على كان بطروس وفرقته كسبانه بس هو جزء من شخصيته. بس هو كل الفرق انا حاسس انه نازل يضرب الحكم. كل الفرق اللي مسكها احمد بس دي لا بجد عنده منظومه بيلعب نجوم صعب النجوم. يعني عجبني على فكره, انا اول مره اتفرج على السنه دي على المحله في الماتش بتاع امبارح بتاع الفوز, بينقلوا كوره وبيغيروا الملعب الاجوان ملعوبه بشكل كويس, الكوره الثانيه كويس. احمد عيد عبد الملك مشروع مدرب كويس زي ما استاذ شريف بيقول. احمد مع الوقت لا احمد عبد الملك كويس جدا جدا جدا. انا برضه بس العصبيه بس انا برضه اهو بس مش هياخد وضع لاعب عمره ما يشتغل في الدوري. صعد النجوم قبل كده وكان درب لافيينا تقريبا, لاعب درب لافيينا قبل كده. لا عامل شغل كويس جدا كويس. بعدين من هو في ماتش لافيينا ده متاخر بجون في الدقيقه, بيطلع من الاول صعب اشتغله كويس يعني بيتقدم من خطوه لخطوه. احنا عندنا الرايتس بتاعت الماتشات بصراحه المحله كانوا كويسين. لافيينا يعني عندهم فرصه كويسه جمهور جمهور المحله يكسبوا الماتش قبل كابتن احمد. جمهور المحله حاجه تفرح صراحه. بص صغار وكبار المنظر ده. عايز اجيب الراجل يعني انا عايز في حاجه حصلت لنا في البلد غريبه انا مش عارف دي. طبعا احتفالات لعيب المحله باحمد عيد الملك اللي انا قربه قربه احمد قربه طبعا قربه المحله نادي كبير. بس هو سؤال هنرجع تاني نفس السؤال اللي سالناه, هيقعد ولا مش هيقعد؟ مين احمد عيد لو طلع دوره ممتاز والله المفروض يقعد. يعني والفرقه دي هتفضل يعني ولا هي يعني في تجربه تشجع مجدي عبد العاطي. مجدي عبد العاطي صعب ايه واحمد عبد الرؤوف واحمد عبد الرؤوف قعدوا مش كويس امكانيات والله العظيم. يقول مجدي عبد العاطي معاه امكانيات بياخد كويسه كويس جدا وعندهم طاقه وبتاع, ويبقى برده المدربين الكبار موجودين. يعني انا شايف ان حاجه كويسه حاجه كويسه جدا والله. وشفت راجل يعني نفس اللقطه دي راجل كبير راجل كبير ابو جلابيه سمراء ايوه جميل اتفرجت على الماتش. الراجل ده تلاقيه بيشجع من قلبه. بص بص من قلبه ده في المدرجات. استاذ ماهر اسالك سؤال اتفضل. هتخرجكم بره الكوره شويه يعني, والنبي بيقول لنا اللقطه بتاعت الراجل جميل ابو جلابيه بيشجع المحله البنوته دي ايه لبسه حتى لبسه ازرق عشان المحله. بص الناس يا جماعه هو ده هو ده ابو جلابيه. انا بروح اصلي بجلابيه. بتروح تصلي بجلابيه؟ ولا لا انا طول عمري كده. انا بروح انا بمشي في الشارع بجلابيه بروح اصلي الجمعه. ده متعة. الناس بتبص لي بس لا ده متعة معلش ده ناس معلش عندهم ده متعة والله العظيم. على فكرة يعني في الصلاة الجمعة بالجلابيه الصيف بنزل بجلابيه. انا بس في صيف وشتاء ما في جلابيات شتوي. في جلابيات شتوي بس بقى لازم تلبس تحتيها حاجه. بلبس جلابيه بلبس جلابيه كتير. انا بلبس جلابيه على طول على طول في الصلاه. مش عارف ليه يا جماعه ده اصل لبسنا. يعني انا بروح والله اصلي الجمعه بالجلابيه ممتاز. والجمعه بس اللي هي بس انا كابتن قال النهارده وراح نصلي العشاء هلبس الجلابيه. انا راح اصلي بحب جلابيب الاماراتي والعماني. وعلى فكره في الحي والناس جلابيب الاماراتي والعماني دي بتبقى خفيفه في الصيف. والجلابيب المصري احسن حاجه عامل حاجه والله. جلابيب جميله والله من غير ياقه من غير ياقه الاماراتي والعماني. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا. نطلع فاصل ونرجع يعني ايه بالجلابيه يا ابو جلابيه.